السبت من 5 ل 7 متاع العشية غاسين كاري جونيور مع بيكا على اي اف ام احلى راديو. مازلتوا تسمعوا في غاسين كاري جونيور توا ساعة ثانية من حصتنا متاع اليوم. دونك كما قال مهدي اخر غاسين كاري جونيور في عام 2021 تبع نتمنى لكم حاجة باهين العام الجديد. ارسلين قل لي شنو تحب تقول. حبيت جو رميرسي مسيو حلمي لوسيف ديريكتور تكنيك متاع جوفنت. هيا باهين سلموا عليه برشا. هاكا نمشيو نجيو نرجعوا الكورة من غير ما نشعروا. حاضر روبريك كورة روبريك سبورتيف باردون توا مهدي تفضل إليك الكلمة. نفس ساعة بعد كجارية اللي عملتها جمعة نهار السبت اللي فات خسرنا الكوبا راب صحيح أما مازال قدامنا الكان نجمو نهزوه. وتوا نستوى معناها الجوارات روحوا ومشاو وين مشاو زعما؟ في طرابلس من 26 ديسمبر ل 30 ديسمبر إن شاء الله يحضروا روحهم الكان. وتزاد ديجا جميل بن عمرو يعلن على معناها اللاعبين الجزائر اللي باش يشاركوا في الكان معناها باش يشاركوا في الكان وان شاء الله معناها نربحوا الكان ان شاء الله ان شاء الله. بي نرجعوا تاو لل عندكم اي سؤال اسالوني. عندكم اي سؤال تسالوه المهدي الكرة فيما يخص الكره كره القدم. انت تعرف عليه الجارديان خرج ليه اي جارديان خرج على خاطر وقتها اخر فرصه في 120 دقيقه اخر فرصه باش يعملها يا اخي خرج انا خرج مع ماشي في بيرو باش يماركي ويعرض تعديو بينالتيات مع يا اخي ما كتبش وينينا علاش يا اخي حنا بعل خرج حنا بعل ظهر فيكم الكل فان حنا بعل مجبري بارك الله عليك بارك الله عليها. هو لسول اللي معناتها تحسن اللي بعدتها يلعب اللي قوي اي حاول معناتها ماركي سيختو اما الاخرين الاخرين هكا الاخرين باهين شفتو يوسف لمسكني الكابيتان اما الى هو بوكو دو فو موفمون عملوهم في الكوره فما شكون اللي سي بليسي ديجا فما برشا وحده اللي سي بليسي ومن الجزائر وفما بس واحدة من الليكيب متاع تونس خذيه وكارتون جون اي انا عندي سؤال يوسف المسيكني نحيو ملا يوسف المسيكني وحنا بعل والكلهم محمد دراجر اللعب هذايا بالحق نحبه برشا اللعب هذايا محمد دراجر خاطر في الكبارة بقدم بالحق مستوى عالي برشا وهو نهار وقت في ماتش الامارات وتونس خلط وعملت معنا تدريب باركو وقدم مستوى بالحق باهي برشا اللعب ذي يعجبني وزيدا محمد امين بن حميدة قدم مستوى باهي اما في ماتش الجزائر معناها كنا نجمو نربحوه الماتش هذا باهي توا اللي فات مشى على روحه توا القدام القدام العام الجديد والتكويره الجديده والتربص والاوتيتريت. عندي سؤال المهدي انا مهدي شكون اكثر لاعب متوج من كاس العالم أكثر لاعب متوج في كأس العالم شو معنى متوج؟ نيمار متوج مع تاخذي دي تيتر لا ليه ميسي رونالدو ميسي موافقين ميسي ما سمعتش ليه ما هوش ميسي ليفندوفسكي رونالدو هو اسمع هو في العمر أكبر منهم راهو هذوما الكل إبراهيم نو ما عادش يلعب توا هو رونالدينو نو ما عادش يلعب رونالدو البرازيلي لا ما عادش يلعب توا اكبر منهم بكديف العمر كوارج عظيم مارادونا بلي اسمع يظلي كوم لينيرجي لازم تطلع اكثر شويه ميرسي بوكو بور لا روبريك بور لابو مهدي بلي البرازيلي مش دجاج بلي البرازيلي جا دار فيك لينا عندك برشا عملت شي غوسيت بربي جا معجي غوسيت اوكي عندي ليكم مفاجاه ما نقبلها كمان بلاين تيست لازم نزيد شويه نو اي بيه دونك حضروا لي رواحكم النتيجه متذكرها نرجع اسمع شو نظموا رواحنا بعد نرجع نذكركم بالنتائج ونبداو بلاين تيست ثلاثه واحد بوتيت بوز بوب سبت من 5 ل 7 متاع العشية غاسين كاري جونيور مع بيكا على اي اف ام احلى راديو.
باهي باهي مازلتوا تسمعوا في راسين كاري جونيور وتوا عنا بلاين تيست اما ليكيب كنا دونك موجودين عزيزه مهدي لينا ارسلان وهشام توا جاوا بحذنا ضيوف دونك زوز ضيفين باش نسلم عليهم اولا بحذايا اليوم دونك ليليا وزكريا مرحبا عطينا ميكرو شويه مهدي خلي قدم زكريا شنحوالك والله لاباس سافا في فورما سافا انتوما جيتوا بور اون كوز باش تحكيو لنا على حاجه مهمه تحبوا تلعبوا معنا بلاين تيست قبل ولا نبداو نحكيو بعد نلعبوا انت تحكم زكريا انت الضيف انا نحب ناخذ الراي ديجا اه نحب ناخذ الراي شكون يحب يلعب بلاين تيست اه داكو دونك بلاين تيست وبعد نرجع مع زكريا وليليا باش نحكيو على حاجه مهمه تبعونا خاطر ما عندنا وي لينا قرب الميكرو باش نسمع ريت ريت اللي ذيك الاكسبيريونس ريت الوغ احنا حاضرين امير امير جاب حدانا تاو مشي امين وجاي امير يلا فرقك الاير بيكا الفازع وي وي لينا ليه من شي امير وبيكا وي هشام باش يجيو كان اليوم ولا هما جاوا بحذنا اليوم وبعد نشوفوا كان هكا كان يحبوا يجيو دو طونز طون يطلعوا علينا مرحبا كيما صغار ينجموا الكل يجيو يضيفوا بحذنا دو طونز طون ينجموا يعملوا كاستينغ ويجي فوالا بي لي عاد نبداو بلاين تيست لينا احنا حاضرين امير يلا وي تركيز بابل باس الحقيقه سبونج باب اللي هو بابل باج ان انجلي تري خبرك او رحت قال هشام وي اللي هو يعني او ميم تان هشام ما صعبها زيد او ميم اربع سنين اربع سنين برافو ذكرني باللي سكور عطي كاس اسمع سبونج باب سكوير بين سبونج باب سكوير دار فينا نسينا اللي احنا سو رونتين في بالكم احنا تاو ان ديريكت ها بي كان نجمو نسمعوا لو سون حتى سون كاسك خاطر مش العباد كلها عندهم دي كاسك هوني سبونج بوب النقطة تمشي لهشام اه قلنا اون ميم طون غتخب توا يلا مهدي اي سام سيما باه ونقطة نقطة سامحني عزيزي يلا لو سون اللي بعد حاضر امير كابتن ماجد كاب دراغون بول انا رودو كونان 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 انت عرفتي المحقق كونان برافو المحقق كونان اما اللي جاوب الاول هو ارسلان ارسلان برافو نقطة ذكرني باسم كيبكم اون سو راتراب يس ريمونتادا تيم بويز تيم بويز 2022 توتو ديو بويز اي الاغنية اللي بعد اعطيني توم جيري كيف عملتو مازلت ما نفس لا توم لا جيري برافو ارسي ان بوان اللي بعد فما ليكيب اللي على يميني بدات تتغشش شويه الملامح بدات تتبدل يا الهي ها ايا امير بوكيمون 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 ميساش نتكلم ميرسي ليليا انت شنو قلت اول حاجه كنت نقول بوكيمون بعد دونك ما قلت تافي با لا بون ريبونس دونك ليكيب اللي على يساري هي القتل ربي تفرجت في بوكيمون كل تفكير بالنقاط عايشكم قاعدين ياسر نعيطوا مع بعضنا يا جماعه بيكا اون فيت كل سيزون تتبدل الغنيه وتتبدل كي تتفرج ميسي لي بوكيمون كامل اي والله عارف كل باركور الاولاد نتنفسوا ونسمعوا اللي بعد يلا لن أيأس أبدا كابتن لن أستسلم سأخلص الحلبة من كل الشرور هنا ما نعرفيش يا عرفت اسمك انت تلقائي شيم خاطر انت تحب الحيوانات مين لا هو حيوان شرس وقوي مغلي الاسد الاسد قلت لك مش الاسد تيغر 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 بالعربي والاسم الديساني ما كامل النمير ال نمير ال النمير نمر المقنع اي نجمو يحطوا لي ما اشفو برابي بعد كي تنجمو اي ما حطينا تصيرة خلي يعقلوا النمر المقنع خاطر الحق مش متاع لوغ جينيراسيون نزيدو غنية وي 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 خلينا لازم نتعلموا حاجة حتى بيكا جوست نسيت السكور يعني
سكور باش نقول لكم في الاخر هذيك المفاجاه okay. يلا 5 لو الغنية اللي بعد سيريا زعما شنية زعما شنية هزيم الرعب هزيم الرعب هزيم الرعب شو اسمه لينا هزيم الرعب بغرعوا لينا أول يذول اللي جيب أجيبت له لها يا عزيزة أبوا أبوا ريكيب اللي على يميني عزيزة. اللي بعد لينا سمحني خاطر كي تعاود روما لا 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 سامخ شي مرة مش جيمة فاتوا لكو آية شنية دور دار في أمير يحبوا دي ثاني ماذا خاطر يصير فرح يفرحان إذا الغنية نهديوها لزهرة خاطر حتى حد لا يعرفها لا هوني لا في ديارهم لا غيبانكم شوفوا وجه زكريا حدش عجبتوا الغنية على الأخر ليلي أنتم أخويت لي جست فرد مكتب داكور ما تعرفوهش ها هو أرض الصخور الرسوبي ما تعرفوهش ها لا منعرفوه الصخور الرسوبي حبيت نقرب لكم منو صخور الأرض ما تعرفوهش نو Je vous rassure, et nazada n'arfouch. Emir nzid ghnaya wala yizi. Ay ay, ghnaya akhra. Ali barsha akhri. Bahi, ma n'amalna jaw taw. Taw bach nqoulou, alish bahdina Zakaria w Lilia. Andkom micro, Mahdi bach atik micro. Bach tqadmou rouhkom d'abord w tqoulouna pour quelle cause vous êtes fi Racine Carrée Junior. W brabi qbal ma nsarit ghadi ka hak had lk tasawir tna na mqanna. Merci. علي زكريا مرحبا بك ساعة في غاسين كاري جونيور عايش برشا اللي انتم بحضينا اليوم نحبوا احنا الضيفين راه والله سي اونور بالحق واو اونور كامل واو 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 احكي لي ساعة شنحوالك لاباس وين تقرا في الفونداسيون بو عبد اللي في تونس اي قد عمرك زكريا عمري 11 سنه ونقرا 6 اوكي وانت ليليا انا اسمي ليليا بن ذيب نقرا في فونداسيون بو عبد اللي هذيك سي بون عرفت خاطر قلت لي فرد مكتب ريت تذكرت اه سانكي ماني في فري حسيو واليوم جينا حبينا نحكيو على ليفير او شو اللي عملناه اون كولابوراسيون مع الهلال الاحمر بيان دونك ليفير او شو لاكسيون اسمها ليفير او شو دونك شتي ديفي شكون منكم يحب يحكي نخليكم الكلمه فات الهلال الاحمر يظهر لي لو كرواسون روج قالوا لنا باش يجيو في الرابعه ما جاوش هاو احنا جاو هوني توا في بلاطو راسين كاري جونيور دونك خلينا نسمعوا لاكسيون سي تري امبورطون لينا لازمنا نسمعوا باش العباد تتبع بشكل تعاون العباد باش نقول لك توت سويت سي كوا الهلال الاحمر ليليا جاوبها ونسمعوا بالكدا توا الهلال الاحمر فيها برشا عباد اللي ما عندهمش فلوس باش ينجموا يشريوا دبش ويدفيوا رواحهم احنا قررنا باش نعاونوهم في مكتبنا كل عام نعملوا فرد حاجه نعاونوا اون اسوسياسيون اي كيما مره لينا في اول حلقات جيت حكيت لنا على اسوسياسيون ذاكر نفس الحاجه اي كامل دونك جي جمعنا السانكيم والسيزيام باش ندوروا على الكلاس كل واحد دار مشي يحكي مع كلاس قالوا لها راهو لازمك تجيب دبش باش تعاون العبيد هذوم وحمد الله برشا عبيد جابوا دونك ان هذا حاجه بهي على الاخر انهم جابوا فما عبيد يقولوا ليه ما نحبش نعطي دبش وذا حاجه خايبه على الاخر احنا عملنا هذا باش نعاونوا العبيد سي لا سوليداريتي صحيت فوالا خلينا جوست قبل ما نبداو عند الحق حتى سي لا سوليداريتي اي با دو لا شاريتي فما فرق كبير فما فوسي بيناتهم خاطر شاريتي هي كيما نقولوا تعطي الحاجه لغيرك خاطر ما تفهم السوبيريوريتي في الشاريتي alors que solidarité تنجم solidarité تلقاها بارتو صاحبك غاب تعطيه كراسته باش ينقل الكور ولا صاحبك خايب في المات ولا صاحبتك سا ديبون تعاونوا الكاميراد نتاعك تعاونوا تفسر له التمرين اللي غلط فيه دونك سي حب العبد اللي قدامك الحب العبد اللي مقابلك بعيد ولا قريب مثلا عبد طاح في اثنين ماكش باش تجي تقول له خذها وفلوس ليه باش تجي تمد له يدك تعاونوا تقوموا ما احليك انا ما نساش نصفقوا عليهم خاطر قد يحكيوا بالقدام ما احليكم والله ما احليكم وي لينا
comme moi que كيف إناس إنا خبت برشا خاطر مرض وصحابي معناتها عاونوك وعطاوك ليكو الكرارس وكل شيء. وي مهدي مثلا كي تلقى انت راجل كبير في الشارع معناها يمشي وما يراش معناها بالكدا تجي كهرباء انت يلزمك تعاونو هذاك هي. رجلك الميكرو زكريا مزات تحب تقول لنا حاجات تحب تقول حاجه ميكرو خاطر بون بالحق سي تري امبورطون راهو توا باش نحكي شويه على الاكسيون قولوا لي كان قاعد نقول في حاجات صحاح ولا لا. سي تري امبورطون وي ليليا او ميم تو عندي حاجه تري امبورطون باش نقولها كل عام على الاسوسياسيون اللي نختاروا يختاروها باش يعاونوها مثلا في كل عام نعملوا حاجه اسمها كرمس هذايا عبد مثلا باش ياخذ يعطي فلوس باش نجم نشري ماكله لي بارون اللي هما يعملوا دي ستاند واحنا لي زيليف يعطيونا لي بارون فلوس باش نشريو الماكله وناكلوها هذيك سان ديتاي ما نعطي الفلوس هذوك يمشيو للهلال الاحمر لي اسوسياسيون اللي قاعدين يعملوا في خدمه كبيره باش يعاونوا اكثر ممكن العباد اللي دون لو بيزوين دونك لي فيرو شو مثلا كيفاش نجمو نعاونوا ليليا ليفير وشو الاكثرات نجم تعاون كيف ما تجيب بطانيه كيف ما تنجم تجيب فيست كيف ما تنجم حوايج دافيين ولا حوايج ما تستعملهمش لا هي الفكره جوستومون هذه فكره ومش مقطعين الحوايج الفكره اللي مش حاجه مش انت باش معناتها مش حاجه ما تستعمليش دونك كانك باش تطيشها با دي تو معناتها الغير فوالا تعطيها لازم تبدا اون بون ايتا معناتها مش سي مش مقطعه باسكو سي ميشون خاطر سا سيغ ريان سي فما عباد هو اللي تتجنبي بيك وي وي فما عباد يقولوا ميسالش نعطي الغيري خاطر مقطع ومهلوك محش دونك اسمع كيما حاجه باهي دونك الفكره اللي فما بلايص باردين فما عباد حاجتها بحوايج الدفي بطانيه كبابت مريول دافيه شنو بطانيه بطانيه كوفرتور فراشيه البلاد عندي حاجه زيد باش نقول تاوا عاودتو برشا ديسكور درتو فما لصحابي اون فيت صغار لو ري دوني كيف ما ان اكزومبل عندك صباط لبستو مرتين ثلاثه بعد تجي قدك كانوا ما سخت مسحو تحطو في بواط وتجيبو حتى في شكاره معناها المهم حتى بقطع بركة تنجم تعاون عبد باه وهذوما كي باش نلموا الحاجة انا جو سي تري زيمي كي باش نهزوا الحاجة هذوما الكل وين نوصلوهم وين نهزوهم يجيو هما ثلاثة عباد بتاتخ 12 تبع الاسوسياسيون يجيبوها وياخذوا دبش وبيان سور كل دبش محطوط في كردونة فلا خاطر سي اللاج اللي تحبوا عليه بيبي غران بيتي ادو بحق كيف ما نحبوا كل معناها كل تاي مكتوبه ومحطوطه في كردونه معناها مقسومين ريبيرتوري منظمين زكريا ما بيبش نجاوب على سؤال نتاعك وين نهزوهم الكراث نهزوهم يدهولي دوك توا احنا مثلا باش نعاونوا كل عبد جيب لك الحوايج نتاعو تلموا تنظموا الكراث حاضرين تحطوا في الكاميونه وين باش تهزوهم بون انت كي عندك حوايج نبداو من الاول كي عندك حوايج تهز السياج نتاع الهلال الاحمر الهلال الاحمر اللي هو في تونس انا مانيش جوجل مابس ما نعرفش اللي تنحطوا توت لي زانفورماسيون على اي اف ام هما في الصباح الحوايج اللي احنا خذيناهم ولي زاتري ما خذيناش نقطع هزيناهم هما هزوهم خاطر ما هزيتش هزوهم الزغوان للي بيرسون اللي محتاجين زكريا نحب نسالك سؤال خاطر تبركر عليك قداش تحكي بالكدي قداش تشوي هكا ساج وبالحق برافو شو اسمها هي الاخرى تي سامباتيك برش ما حليك ما دي صعيب راه ما يقولش سامباتيك بالسهوله ذا ماكسيموم كي ضحكوا عاد يقولوا والله ضامرة انت قالك سامباتيك معناتها سي ان كومبليمون كبير برشا زكريا شنو تحب تطلع كي تكبر انت ديجا كبير تبارك الله معناتها دو باغ تا ساجيس جوستومون انا جيمري بيان اركيتكت كيفي ليليا انت نحب فات ماش كيف يقولها مي عرفت كي يجيبوا لي دي فيروس وين نحللهم بور سافوار انجينيور طبيبه انجينيور انا مختصه في الامراض الفيروس فوالا صحيح فما شكون نجم يعاون كي هشام مغروم زاد الرجال قالك صابون كي دخلتوا مع جيل هيدرو الكوليك توالي وبلوس مي نرتاحوا من الكورونا وي لينا بيك وي نجم من
نقول لهم سؤال. بيان سور. كيفاش مام وين كيفاش نجيبوا الهويه؟ تعطيهم للناس نتاع الاسوسياسيون. ما انت تشريهم من الاول في البلاصه. ما كيفاش يجي بعد ما عاش يجي قدك تعطيهم احنا نجي ولا بيكا احنا نمشي لهم. انت تمشي لهم دونك انت لينا فما فما الهلال الاحمر لو كرواسون روج عنده بلاصه بيرويتو تمشي لهم تنحطوا احنا وين تنعطيك الادريس تمشي لهم تمشي تاو كي تروح تلم شويه حاجات عندك في الدار ديفين نتاع الطقس هذا مش تهز مثلا ماريو دو ميمانش وكل تدخل تلمهم تحطهم في ساك وتهزهم للهلال الاحمر نجم أوكي. اي حاجه نجم كيفاش انت ماما بعد كي تروحوا رجلوا الامور هشام شو حبيت تقول لجيليا حبيت نقول لي فما راس حكينا على اون اسوسياسيون الجمعه وقت اللي حكيت على الدودو اي اما احنا اليوم نحكيوا على الهلال الاحمر اي لا فونداسيون بو عبد الله بي توا خاطر محلي هذه الانرجي محلي ان شاء الله كنا نبداو عام هكا دون لا جينيروزيتي نخمو في غيرنا كما انت قلت لنا من الاول وليليا زيده كرتابه عند كرتابه زيده تنجم تهزها لغيرك كل شيء كل شيء كل حاجه تحبها لروحك فكر فيها لغيرك حسينا بي نحب نعرف خاطر توا عنا عام جديد باش يبدا دونك شنو معناتها لي زيسبيرونس نتاعكم شنو تتمنوا كل واحد على سون تور للعام الجديد زكريا اعطيك الميكرو يا مهدي عايش ميساج انا العام الجديد نتمنى ان شاء الله نكون نعديو العام الجديد بخير اي وان شاء الله ننجحوا اي ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله زيد العباد اللي دون البزوان هذوما ان شاء الله ان شاء الله يجيوهم حوايج وان شاء الله يعديو الشتاء وشو يفير وشو وكهو بيا وانت شو تتمنى لروحك الروحية ابري نفس الحاجات ان شاء الله يا ربي نتمنى لك كل الخير خاطر بالحق غرو كو دو كوغ فريمون زكريا ليليا انت انا نتمنى في السنه الجديده نتمنى انهم العباد الكل يبداو في صحه باهيه ومعناها تبدا فما سوليداريتي مشكل عبدي تحت قمت منك عليه سوليداريتي ما نحب شخص المو والأكثر في طول الزيكول كان فما أخسلمون إذو ما عبد فو با لي ريسبكتي زيدا exactement c'était un plaisir de vous avoir بالحق محليكم بحذينا فما حاجة تحبوا تضيفوها تقولوها no pas vraiment ليه سي بون الميساج تعدى العباد اللي تابعوا فينا ان شاء الله الكل بالحق يكونوا سي هكا قلبهم كبير لينا سي ان بور معناتها هذا سي امبورطون و سي جونتي Oui, les uns encore sont solidaires et unis. Musique, on argent. À tout de suite. كل سبت من الخمسة لسبعة متاع العشية غاسين كاري جونيور مع بيكا على EFM أحلى راديو. تسمعوا مازالتوا تسمعوا في راديو EFM أحلى راديو تسمعوا فينا وتتفرجوا فينا كيما العادة سوغ EFM TV دونك اليوم تبارك الله حفالي كاو في آخر حلقة في 2021 يا أخي شنو يا لينا قولي توا نعملوا دارجين لعب ولا بعد شوي شكون يحب دارجين لعب توت سويت أنا جينجل أمير حاضر دارجين لعب واحنا الباقي ما نحبوش جوست دقيقة أنا نحب لي روبريك المشكل هما كيفاش باش يحضروا سؤال يعني هما باش يجاوبوا على اسئلتكم بون نقولوا احنا مادام هما خموا في سؤال مثلا نعمل لي روبريك نتاعي لا توا باش نعطيني جينجل درجين لعب ونبداو نجم درجين لعب جربي انا نبدا بيه السؤال الاول يجينا من عند مهدي اللي مقبيك هي الصبع وهو متغش وخاطر ولا نقول لك علاش خاطر عجبتني روبريكك على الكوره وحسيتك متفائل اليوم وعجبتني الفازه خاطر بعدين بعدين حتى نحب نعمل شوف اي مهدي ريدي السؤال شنو هي استنى برافو دقيقه خاطر العباد اللي بحذنا كمان ليليا وزكريا منعش انتم تسمعوا خاصين كاري جونيور مستنسين دونك تعرفوا دارجين لعب تري بيان دونك مهدي باش يسال سؤال والكل نجاوب يلا مهدي شنو هي اهم حدث صار في تونس في 1996 1996 اي كروي لا غير مونديال بيك ما تعرفش لي امبوسيبل خرجت فرنسا جد عليهم دخلت فرنسا 1996 1996 يا
مونديال انديس علاش غير مونديال يا ربي شكون قال غير مونديال لينا لينا لي انا ولينا ليه 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 هيا اسمع دارجين لعبة يا 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 باه نجم نعطيه انت وانا انت عطيهم حاجات خفيفة عاونهم انا مشيت ان توكا باه هذا توفى توفى امريكاني وتوفى كريستوف كولومب لا لا 1986 شنو صار في تونس ها وصار في حدث فني شو اسمه هو لونسيان بريزيدون موسيقي نجاوبكم نجاوبهم لا لا حط لنا اغنيه مانكم سيعرفوا على ريحي اسمع حط لنا اغنيه مايكل جاكسون مايكل جاكسون جي تونس عمل شو في المنزه في المنزه انا نعرف لي ماما مشيت والله انا وين انا سي سور دونك انا همك صارنا فرصه هلي خاطر مشيت حتى استنى استنى ليه ما تخدوش الحاجه اللي هو معروف بها انه يرمي طربوشه معروف برشا حاجات وحتى بالشكل تاعو جيني مايكل جاكسون الله يرحمه سان جيني لو كينغ اوف بوب برافو مغني مغني الله يرحمه طاير على الاخر نحبو برشا وجي دونك عمل كونسير في ستاد المانزا في 1996 الوغ السؤال الثاني من عند لينا خلينا نمشيو لارسين ما تكلمش برشا ارسين وبعد لينا انا عندي لا ميم اوريجين نتاع اول فيلم معناه نسمعوا السؤال امان فما فيلم تونسي اول واحد اول ظهر فيه حيوان شو اسمه الحيوان وشنو هو شنو معناه الحيوان اسمع فيلم طويل ولا قصير والله كي كان نعرف المخرج نعرف اسم الحيوان ونعرف دونك فيلم تونسي مثل فيه حيوان ما دبدو ما تخمو دير انا من بعد نسهل لهم حيوان اكحل حطوا الميكرو في الوسط مهدي شوف سوري نمر حاجتنا باسم الفيلم انيمال دوميستيك حاجتي باسم حيوان كشخان كلب قطوسة انا ذكرت قطوسة اي قطوس يعني شو اسمه القطوس وشنو اسم المخرج ما زاكي خرج جون فيت اه داكور شاب مثلت فيه هنا داير في غاسم انت مثلت فيه مثلت فيك معناتها تعرف اسم القطوس شو اسم القطوس وش اسمه مخرج بين عطيهم اسم القطوس اي فوزي اسمه باه فوزي وشكون المخرج هاي عادل خرج توا توا لا اذا عزيزه اكبر فان تاع عبد المجنيق عبدالينيه شنو والفيلم فيه سهير بن عماره سهير بن عماره اخر مره رينيه وبالذمه رينيه سهير بن عماره لا رينيه غادي هاي عطينا لا ريبونس ذولي خاطر باش الوقت بدا يجي نجيب القاضي الوغ المخرج اسمه نجيب القاضي والفيلم اسمه قربان دونك كوميونيون إلي أن سال توا تنجمو تفرجو فيه أون أباريسيون مي سي أن بروجي محلي خاطر تصور في أكثر بيريود صعيبة سيتي بوندون الكوفيد وقتها العباد أنت مثلت فيها أما ناقدي في ساعة دخلت خاطر نحب حبيت الفكرة وي استنى استنى لينا بعد أي لينا السؤال علاش نملة وقتها تجمع انت كلوروفيل ونملة وفيل كل شيء على النملة اليوم اي نملة كامل احكي لنا علاش النملة وقتها تجمع الذخيرة نتاعها للخريف القمح ما ينبتش ما نعرفش شنو تعاود سؤال ما فهمتوش سؤال اسمع خاطر علاش معناتها عاود السؤال ليه خاطر المطر يهبط عادة ما انت تجاوب توا الشمس عاود الشمس استنى نقطة نظام استنى ظهر لي فهمت استنى لينا عاود السؤال ما يجاوب حتى تسمعوا السؤال لينا اسألي السؤال نتاعك علاش النملة وقتها تجمع القمح ما ينبتش خاطر المطر تهبط خاطر القمح ما ينبتش ليه دقيقة ظهر يا رسلين يا خاطر كي تحطوا في التغيير ما يهبطوش الشمس يا خاطر ما تحطوش تحت التراب صحيح ولا غلط لا خاطر كليتو خاطر تجمعوا في الصيف واه زكريا اي اون فيت هو قال كليتو ولا عملت هكا ما نعرفش كليتو اون فيت فما مرض نتاع لي زانسيكت عرفتوا نورمالمون يبداو يحسوا لناغ نتاعهم دراكي فيه ماذا بهم يطلعوا للسومية كيكا ما يراهم حد بيكا. تطلع كيما اون بلانت من راسهم استنى استنى حتى كملوا السؤال وي لينا جاوبنا ولا لا؟ نقول الجواب اعطينا الجواب الجواب نرجينا خاطر النملة
تقرمش هكا وتولي كيما قال زكريا كيما قال زكريا فوالا تقسم على فما وفما زيد نوع نتاع قمح حتى لو كان تقسمهم على اثنين ينبت اما دونك هي تقسمهم على اربعة على اربعة برافو لينا على السؤال عندي حاجة باش نقول على السؤال استوي قولي ان فيت فما حيوانات كيما قلت لك يطلعوا اللوتور بعد تخرج لهم كيما اون فلور من راسهم ومن ساقهم تحكينا عليه مره جايه بكذا في لي فوري ان باتيون وراوها في ناسيونال وقتها فما لي فورمي لي كافار على برشا حاجات لي كافار با كافار اي بس على كيستيون ها سي ان شامبينيون فقاع نتعدي السؤال العزيزه باه من هو اشهر مغني في العالم في توب 3 في التوب 3 مايكل جاكسون مايكل جاكسون في التوب 3 جاستن بيبر حي موجود جاستن بيبر تونسي لا جاستن بيبر ثلاثه مغنيين جاستن بيبر مع الاول والثاني وتحب اوكي باي الاول يظهر لي مايكل جاكسون اسمع كل واحد يجاوب مره الاول مايكل جاكسون اوكي الثاني جاستن بيبر لا شكون عنده فكره زكريا خذ ميكرو لوتي بوشنيق محلى لا لا تونسي لا قالت مش تونسي هي حقا بون كلهم امريكي توحشنا باش كونوا معقول بيتيس فما بيتيس لا لا بيتيس لا الوغ جاستن بيبر قلت لي انت دوك مايكل جاكسون الاول تحبوني نجاوب لا 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 نحبوا نزيدو نخمو شويه موجودين حتى انت خم اريك كلابتون موجود ولا لا لا كنا الثاني على الاقل كنا نعرفوهم لا مش الكل قلنا لازم رابور نتخيل ديجا جون لا انا ديس برينس انا ديس انا ديس امين فما وحده منهم مازلت حياه امراه فما نسى امراه عامله بيونسي وكل نو ليدي غاغا لا فما شو اسمها هذيك يسر الكرتون شو اسمها كاردي بي لا هذيك دواليبا لا فيش دواليبا يا تعرفها اسمع ليكي مناد فما مره اسمع نحكي لكم فما مره ليكم توما نتا زكريا وليليا نسال في اصدقائي قلت لهم شكون تحبوا نجيبوا دي زانفيتي هوني الغاسين كاري جونيور يا اخي من الاقتراحات كان فما دواليبا دونك ان شاء الله بور فيتي لي 10 تاع اي اف ام نجيبوها بحدنا فوالا نذكرك عاديك تا حكيتها عزيز هذول ما عرفناش نعطيكم لي جيب يس اي لو بروميير هو مايكل جاكسون مايكل جاكسون دوزيام لا دوزيام سيلين ديان ثالثيام troisième Elvis Presley. Elvis Presley, c'est vrai en plus. Est-ce que les barres du gym amènent Shkoun? Shkoun a un dessous. Hichem. Mardi. Pas de question. Mardi, ça y est. Non, mais Astana. Sous la lionette, fils. Beige. Quoi, le com? Nous allons poser un argent. Ok. Mais c'est une d'argent. Mais je l'ai après. Mais c'est une d'argent. On revient à toutes. سبت من الخمسة لسبعة متاع العشية غاسين كاري جونيور مع بيكا على اي اف ام احلى راديو برافو عندنا شيف دوركستر عالمي مهدي مهدي الموزيكا متاع اي اف ام الكل هو اللي بها دونك مازلتو تسمعوا في غاسين كاري جونيور ويظهر لي وقايد خاطر مازلنا شوية وقت كهو نبداو لي روبريك ونكملوهم في ساعة بروميير روبريك نبداو جيمنج يا جماعة يلا لازمني نذكر كمان اللي بحذنا ضيفين اليوم بحذنا زكريا وليلي عاملين جو سوري ديما تجيو بحذنا اي مرحبا وبعد لازمنا نذكروا قبل ما نسكروا الحلقة تعاودوا تذكرونا بالاكسيون ليفير او ايفير او شو ريدي نبداو يلا قبل كانوا صغار يلعبوا بالبيس بالزربوط بالاتاري ولا بالتيتريس توا ولاو الكلهم قدام لي زيكرون تاع لي بي سي ولا نتاع البلاي ستيشن باش نقولكم كيفاش توليو برو جيمر البرو جيمر هو عبد محترف في العاب الفيديو وحده ولا في ايكيب كيما اي اي سبورز ولا الترجي زاد عندها ايكيب دو فوت جيمنج في النطاق المحلي ولا العالمي كان في بالكم اللي البرو جيمر يلعب من 6 حتى 8 سوايع في النهار هذاك عليه باش تولي برو جيمر يزم برشا ايفور برشا مرايتات نو نو كيبران انا برو في الفيفا وفي البيس اها اي البرو جيمر يلزم اول حاجه يكون عنده برشا وقت متفرغ خاطر يترينا في الجمعه ما بينات 35 ل 50 ساعه في نفس اللعبه ثانيا يلزم يبدا عنده ريفلكس معناها ياخذ ديسيزيون فيسع وفيف وذاكره قويه باش يحفظ الاستراتيجي معناها يتوقع احداث اللعبه وسورتو اي سورتو اي سورتو اي سورتو
لازم يبدا تري موتيفي باش ما يفدش خاطر كوم يم 50 ساعه على خدمه معناتها ماتش جو تولي خدمه تحاول تلعب لعبه كونيو معناها معروفه فيها معناها شامبيونا وتختار بسودو اونيك معناها اسم على الانترنت ولا يوتيوب ما في حتى اسم كيفو وتنجم تستريمي على لي بلاتفورم كيما تويتش وما ننساوش اللي يزم يكون عندك بي سي باهي كيما اللي حكينا عليه جمعتين التالي اكزاكتومون وكان ما ريتوش الحلقه ارجعوها ارجعوا لها وشوفوها اما بعد على... ما تكملوا الحلقه هذه بيان سيغ باهي يا لي باش تو انتيغر اون ايكيب لازم يكون عندك اسبري سبورتيف باش كيكا كنت تحب معناها تو انتيغي اون ايكيب وتتفرج في لي جوغ لي اقوى منك باش تصلح تي زيغور و سورتو تترينا برشا وتولي تلعب في دي تورنوا توا نعرف اللي الجيمينغ هو حلم برشا صغار اما هذا الكل زيدا. اي اما هذا الكل يجي كان بالقرايه صحيح علاش هذاك علاش لي جيمر اغلبيتهم قارين ويحكي برشا لغات هذاك عليه توا ولا فما دي فاكولتي جيمينغ في معناها في لاتير كان عندكم اسئله اسالوهم لنا على اي اف ام غاسين كاري جونيور في الشات واحنا موجودين ويجاوبكم ارسلان ايش بولي فوتير اللي هذه اخر روبريك في 2021 اما بشارجوا اقوى بشارجوا اقوى جيبوا ان شاء الله محتوى جديد ان شاء الله حضروا يريحكم انا مره لعبت فيفا هو يحكي على البرون المره لعبت فيفا بطوله كامله 8 سوايع اي بالحق كي تلعب كوب دي مونتي برشا وقت ظهر فيك تعب من وقت فما عبيد فما عبيد يحطوا ديفي يقولوا ميسيل في نلعب كوب دي موند وكل يحطوها ماكس يلقاو 200 ايكيب يا ارسلان انا مره لعبت فيفا في بي اس البارح اليوم ربحت الكوب بديتها من وقت البارح طويله برشا وفاش كي تحط في النغمال فما بيت تقول اوه قوي خاطر النغمال ما نعجبك تحطها اسمع انا ياسر عملنا جاب باش نكملوها راهو لو ديالوج الحكايه فوالا باش نكملوه اما عندنا خاطر كيما فما اللي مغرومين بالجيمنج واللي ما يعرفوش دونك على ذيك نعرفوهم مغروم برشا بالجيمنج وامنيتي نشري بي سي جيمر ما كنت يا ياسر اماني في بي سي ارجع للفيديو قبل جمعتي اما وقايد زيد نحكيو شويه حاجات تهم صغار ومغرومين بها صغار برشا عندنا شكون معنا في غاسين كاري جونيور مغروم برشا بالحيوانات واليوم جاب لنا حيوان من مدغشقر هشام حاضر اي الو احكي لنا شكون حيوان اليوم اليوم باش نحكي لكم على الحيوان على الحيوان اسمه ال اون فيت اسكو جي فيو البروبليم يا شيخ بلا نجم نقولوا بالفرنسي نقولوا بالفرنسي وبعد نقولوا بالعربي مش مشكله على الليموريان اي اللي هو الليمور الليمور برافو عزيزه اما هو باش نحكي لكم على هو on trouve le plus de lémuriens في مدغشقر اي ونذكروا اللي انت قبل كنت تسكن غاديك اي و الليمور هو الانسيتر دو سانج مي لا هو ان لو كونسيدير كيما ان سانج و اي قاعده نحب التصويره مخبيك عم يحطونا تصويره حطوا اي كمالي اي و هو البوم تاعو انتر 30 غرام خفيف ما والا 9 كيلو داكور كبر انتر تان اي جنتي ولا مشوم جنتي اوكي اما هو ان فوا ديكستانسيون مش ا كوز دو براكوناج خاطر ان ديتروي لا لا ان ديتروي سون هابيتا ناتوريل معناتها مش قاعدين يصطادوا فيه مش قاعدين يصطادوا فيه اما قاعدين سي تان انيمو انيمال انيمال اليف ولا ماهوش اليف ما نجموش نسكنوه في دارنا وين يعيش وين يعيش لو بلوس لي بلوس دو ليموريان يعيشوا في مدغشقر اوكي مدغشقر ايش في الغابه اه يا ديما موجود في الديسان انيمي على الشجر ياسر نشوفوه اي وهو الغاتو نافور يتشبه له اي على الاخر مازال تحب تقول لنا حاجه تاع اللي يقصوا الشجر نسيت اسمهم يقصوا الشجر دوكوم يا رجل رونجور ها شنو ياكل ياكل عشب ولا لحم ياكل لاش لي بلانت و لي فروي زيدا لاشيب
هيلثي هيلثي تصور خدم فما كان هذاك دونك شو اسمه مش نسال سؤال شو اسمه الحيوان هذاك لينا الليمور ليموريان ليموريان بيكا شارب الهر في فيتا دقيقه برافو دقيقه شو مازال عندي دقيقتين دقيقه دقيقه اسكو كمالت هشام ولا لا اي اوكي ميرسي بوكو هشام جربي على ذكر مدغشقر عاصمتها انتاناناريفو اي اي ولا بيان و حبيت نقول فما دي ليموريان في تونس اما في ان زو بالحق اي اي فين زو افريقيا اوكي حطيتها في سوسه اوكي دقيقه في بالكم اللي تو مزال في جوفانت باش نتعدى في ساعه في ساعه في ساعه عليكم الكل كل واحد باش يسلم على اللي يسمعوا فينا الكل وقولوا كلمه باهيه مي تاك تاك عندنا 2 مينوت اي عزيزه ان شاء الله عديتوا حلقه باهيه معنا وباي باي زكريا بوناني ميرسي بوناني ان شاء الله عامكم مبروك وان شاء الله نراكم بعد ما انا مشيت لدوز ان شاء الله تشيخ في دوز دوز وتطاوين وان شاء الله عامكم مبروك وكل عام وانتم حيين الف ان شاء الله انتم ما انت بروفيتي وبروفيتي الحلقه وعملنا وعملتوا برشا جو وعلى الحديث هذايا والحديث هذايا معناتها عجبكم وكل وتعلمتوا منهم برشا حاجات وزيدا باي باي وبون اني يا طول الموند ليليا profitez de l'instant présent avec vos proches اهم حاجه واو يا ربي ارسلين والله انا حبيت نقول لهم بون اني وان شاء الله ربي يخليكم بالف خير وحبيت نقول لهم نوبليي با دو فوز ابوني للشين تاعي اون فيز 50 ابوني حتى من 2000 بجاه ربي بجاه ربي هشام حبيت نقول لكم بون اني فات اتونسيون ا فو اي بروفيتي دو لا في محليك بيك بجربي نحب نقول لهم حاجه ابوني فو في التيك توك نتاعي اسمه مهدي تليش الو انا نحب نقول لكم ميرسي بوكو على المتابعه الوفيه نتاعكم نحب نشكر برشا دونك ليليا بيكا ولا جو سؤال واي اف ام معناش الحق نقول لها Merci à vous tous, ya rabbi inchallah narjou fi forma, am mabrouk lil abid lkol, merci pour vos vœux. N'aounou hiver au chaud, nhazou les hwayej les sghayrat ou les kbar, nhabou ba3dna w voilà. Voilà. Ma nbdaou l'am kifach qolt, on profite du moment présent avec nos proches. Voilà, sur ce, khalikom nbouskom ntlaqaou inchallah am jay, nakraha la blague mais c'est fait. Bye.